سر السعادة والهنا نبع الوفا وهج المنى سكن يطيب برحمة ومودة تجل العنا سر السعادة بيت الزواج بها يفوح محبة حق الهنا روح وأنس دائمون فيض الرضا نور السنا مرحبا بكم. عندما يغضب الرجل وعندما تغضب المرأة غالبا الرجل يميل إلى أن يخرج من المنزل ويذهب بعيدا حتى يرتاح ويعتقد هو أن شريك الحياة بطبيعة الحال أيضا يحتاج إلى هذا الوقت من الراحة حتى يهدأ الاثنين ثم بعد ذلك يرجعوا يتحاوروا مع بعض. إلا أن الحقيقة عكس ذلك، إذا كان الرجل يميل غالبا إلى الخروج من المنزل فإن المرأة في حال الغضب تميل غالبا وسريعا إلى الحديث وأنها تحتاج إلى أن تتحاور، تحتاج أن تتناقش مع هذا الرجل. ولأجل أن الرجل يذهب غالبا خارج المنزل فهي تذهب غالبا حتى تتحدث إلى وسائل التواصل الاجتماعي وتتواصل مع أقاربها، مع أهلها، مع صديقاتها، مع أخواتها، لأن المرأة بطبيعة الحال في حالة الغضب تريد أن تتحدث، تريد أن تفضفض، تريد أن تتحاور. وإذا لم يؤمن لها الزوج ذلك الأمر فإنها ستبحث عن من يؤمن هذا الأمر. لأجل ذلك أنا أميل غالبا في حالة الغضب إلى أن يلتقي الطرفان وأن يتحاور، أن لا يبتعد في حال الخلاف أبدا حتى ينتهي هذا الخلاف، بل أن الفجوة كل ما تكمر ما بين الرجل والمرأة كل ما تزداد حتى يعتاد الفريقين إلى أن كل واحد منهم يجلس فترة أطول ويعتاد على البعد ويعتاد على الهجر الذي قد يوصل بطبيعة الحال إلى الطلاق العاطفي. سر السعادة والهنا نبع الوفا وهج المنى سكن يطيب برحمة ومودة تجل العنا سر السعادة بيت الزواج بها يفوح محبة حق الهنا روح وأنس دائمون فيض الرضا نور السنا